يعني رهف الحمد لله وانتابع دراسته وبس عم نلاقي صعوبه في اخذانا وجيبانا كثير، يعني عم نضطر كثير احيانا نلتكى عن شغلي او عملي مشان نروح وصلها او جيبها. ما بتقدر تلعب مع الطلاب، يعني ما بتقدر تتحرك الا حدا يحركها يدفشها، او بتلاقي يعني صعوبه بالحركه بالعرباني العاديه. رجعنا مركز العلاج الفيزيائي وحاليا بلشين علاج، يعني صرنا عم نتعالج تقريبا شي 7 8 جلسات هيك تقريبا. طبعا البنت عم تتحسن افضل شوي، يعني نفسيتها شوي احسن.